أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن تحقيق نادي المحرق للقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يجسد الرعاية الفائقة التي تحظى بها الرياضة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك بمناسبة استقبال سموه بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة. استقباله رئيس مجلس إدارة نادي المحرق معالي الشيخ أحمد بن علي الخليفة وفريق كرة القدم بالنادي والجهازين الفني والإداري بمناسبة فوز النادي للمرة الثانية بلقب كأس مسابقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن تحقيق المحرق للقب الآسيوي أثبت أن الكرة البحرينية تسير على الطريق الصحيح في مشروعها نحو التطور والارتقاء بمنظومتها الإدارية والفنية. والله الحقيقة يعني مو مقصرين، ممثل وطن من الدرجة الأولى، وهذا النادي نادي عريق، ويعني لو بتكلم اليوم مو من حقي ولا اقدر اصلا اوفي في مكانه هذا النادي، ولا خاصه انتم الشيخ احمد في وجودكم معاهم ومتابعتكم اليوميه معاهم، ما اعتقد ان احنا يعني عندنا شخص يقدر يدير هذا النادي ويتابعه افضل ما انتم قمتوا به مع ادارتكم وفريقكم كامل. جهودكم الله يسلمك. هي جهود مشتركه ما بين لاعبين اكيد، وهم الجنود اللي في الملعب وهم اللي يقومون بالواجب واللازم في الملعب، لكن هالشهور وهالايام والاسابيع اللي يتم اعداد حق هالتسعين دقيقه او ازيد هو على هالجماعه وهالرجال اللي عندنا، اللي الحقيقه سخروا لكم كل الصعاب عشان توصلون للهدف المطلوب. طبعا عارف ان بعضكم مع منتخبنا في كاس العرب، وابيكم ارجوكم توصلوا لهم السلام وتباركون لهم وتقولوا لهم ايش كثر احنا فخورين بهم، والحقيقه هم ممثليننا يعني خير تمثيل، اكلمهم واشوف معنوياتهم ما شاء الله عاليه ومؤشراتهم تبشر بخير من المباراه الاولى، يعني ما حالفهم الحظ، ولكن ان شاء الله يعني المباريات الجايه. لكن دوري اليوم وياكم اخليكم تخلون هذا الكاس وانجازكم هذا من الماضي وتطلعون اللي امامكم الحين، طلعون مسؤوليتكم اللي امامكم تجاه ناديكم، تجاه منتخبكم، تجاه رياضتكم بشكل عام. لان احنا عندنا هدف كبير وعدنا فيه ناسنا وعدنا فيه قيادتنا. نوصل الى كاس العالم. نوصل، ما عندنا خيار اخر. فلين ما يوصل هذا اليوم اللي هو مرتقب ان شاء الله، تخيلوا الانجازات اللي قبله بتصير ايش كثر. تخيلوا مستوانا ايش كثر بيصير. تخيلوا الرياضه وتخيلوا صناعتها وتخيلوا المدخول والخير اللي بيصير من خلف هذه التركه اللي احنا بنخليها للناس ولمستقبلهم. تبارك علينا جلاله الملك والله يطول عمره ببناء مدينه رياضيه. فانتم اليوم تروحون تشوفون بلدان عندهم بعض الملاعب الجديده واخر التطورات. بلادكم فيها ان شاء الله. بلادكم ان شاء الله بنبني فيها ذيك المدينه اللي فيها كامل الاحتياجات، اللي نقدر نتشرف ونروي العالم البحرين وجمالها. والرياضه في نهايه الامر ترى هي سياحه واقتصاد للبلد وخير للبلد. فاليوم انتم جهدكم مو بخساره. انتم اليوم لازم تعرفون واجبكم، مو بلاعب كرة قدم في ملعب يؤدي واجبه او يسجل جوله او يدافع عن جوله او يصد الكرة. انتم اليوم لازم تعرفون ان واجبكم له اثر كبير على البلد.
تذكرون فرحة البلد يوم فزنا بكأس الخليج؟ تغير مزاج، تغير مود الشعب كله. هذه الرياضة هي الرياضة الشعبية الأولى في مملكة البحرين. فلا دخلتوا الملعب لازم تعرفون دوركم الأكبر، مو بس دوركم اللي في هذه المباراة، لازم تعرفون تبعاتها، لازم تعرفون أثرها. ففي نهاية الأمر أنا الحقيقة تعرفوني، يعني أطلب دائما المزيد. ما أقول لكم بس خلاص خلصنا وفزنا وخلونا نتكلم في الماضي. هذه أسوأ أنواع البشر وأسوأ أنواع الرياضيين، اللي يقعد ويذكر الناس بماضي. أبدا ولا نصغر من حجمنا، احنا بالعكس نطالع المزيد، والماضي اللي صار صار والحمد لله، لكن نطمح للمزيد ونطالع الأعلى. على قد طموحكم إن شاء الله راح تحصلون. وإحنا في القيادة الرياضية، سواء كان عندي في المجلس ولا في هيئة الرياضة ولا كانت في إدارة ناديكم، إحنا اليوم واجبنا غصبا علينا أصلا نوفر الاحتياج بقدر المستطاع، نطور رياضتنا ونأرث هذه الرياضة للآخرين، ننتج أبطال ونحقق هالإنجازات إلين ما إن شاء الله نثبت للعالم مستوى البحرين. فالحمد لله على كل حال مملكة البحرين كبيرة باسمها، كبيرة بناسها، بروحها، بثقافتها وإلى آخر تاريخ، وإن شاء الله عندنا ذاك المستقبل اللي احنا نتطلع له. الله يوفقكم إن شاء الله في القادم، وإحنا ترى من أكبر الداعمين ومن أكبر المشجع لكم، وبالعكس احنا نتشجع أكثر، نشوفكم في تحديات أكبر، ونشوفكم إن شاء الله في عالم الاحتراف، ونشوفكم إن شاء الله رافعين علم بلادكم في كل مكان بإذن الله. ومن جانبه رفع رئيس مجلس إدارة نادي المحرق بالإصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي النادي كل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لدعمه ووقوفه إلى جانب الفريق في مسيرته ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، الأمر الذي ساهم في بث روح الحماسة والثقة في نفوس اللاعبين وكافة منتسبي النادي، مشيرا إلى أن اهتمام سموه بكرة القدم البحرينية ساهم في تحقيقها لإنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة.